أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو العرب. النهاردة هتكون حلقة فوق العادة، هتكون حلقة شيقة بإذن الله. هنتناول فيها أكثر من ملف. محدثكم مبروك حسنين. مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة باستفاضة. هيبقى معانا ان شاء الله استاذ تامر الخطيب الصحفي والفنان الجميل. ازيك يا تامر، عامل ايه؟ اهلا اهلا، ايه اخبارك؟ كل سنه وانتم طيبين، ويا رب ايامكم كلها بسعاده وهنا ان شاء الله. انت الحقيقه يا استاذ سامر مشرفنا الحقيقه في ليله جميله جدا، مولد سيدنا الهادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. الحقيقه ملف ذو الاعاقه يا استاذ تامر، او ذو الاحتياجات الخاصه بالادق، يعني بيشغل حيز كثير من المهتمين، وانتوا عدد الحقيقه في مصر فوق، يعني فوق دماغنا من فوق. انت شايف في تقصير او في طلبات ليكم في الفتره الحاليه او الفتره الماضيه؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، هو احنا يعني احنا عارفين ان القرار قانون 10 لسنه 2018 ده لغى قانون 39 لسنة 1975. القانون اللي هو الأولاني اللي هو بتاع 39 ل 1975 كان فيه عوار كبير جدا، وما كناش احنا بناخد حقنا كمتحدين الحق. يعني. ايه؟ مهمشين قصدك؟ بنسبة كبيرة جدا. تمام. ظروف العمل، وظائف العمل اللي كنا اللي كانت لينا كانت بتروح لناس تانية ما تستحقهاش. تمام. ماشي. بعد ثورة 25 يناير الموضوع اتغير تماما، بقى في فرصة كويسة لمتحدي الإعاقة ان هم يبقى ليهم وظائف، يبقى ليهم شغل. قانون 10 سنة 2018 الرئيس دعمكم يعني فيه. بعد ثورة 30 يونيو اتعمل بقى القانون اللي عمله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمله عشان ما يخلطش الأمور ببعضها. يعني القانون الاولاني كان خالط الحابل بالنابل زي ما بيقولوا، كان اي حد كأي حد مثلا قريبي حبيبي طب لا بتاع ال 5% ده مش مشكله. طيب عايزين نستنى شويه ما نتطرقش للقانون قوي، هيبقى معانا طيب. حد متخصص في الجزئيه دي. انا عايز اسالك يا تامر، ذوي الاحتياجات الخاصه بتطلق على مين؟ يعني مين اللي نقدر نقول عليهم من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ بصي، هو اصل هي الكلمه ملهاش ما ينفعش تصفيها بوصف محدد. تمام. يعني اللي عنده شلل اطفال، تمام، ده اعاقه. اللي عنده مشكله في الكلام ده اعاقه. اللي عنده مشكله في البصر ده اعاقه. اي حاجه ظاهره، يعني اي حاجه ظاهره وغير ظاهره. وغير ظاهره، تمام، اعاقه. طيب هو في الفترة الأخيرة شمل القانون الكفيف، مظبوط، تمام، وطبعا بعض فئات أخرى من الإعاقات. تقدر تقول لنا إيه تاني غير الكفيف دخل في الفترة الأخيرة لقانون؟ هو الموضوع كله هقول لحضرتك على حاجة، حتة إن الكفيف يتحط ده أصلا ده حاجة بشعة. أنت المفروض الكفيف دوت أول واحد كان يتحط في القانون، ما كانش موجود الاول، ما كانش موجود. تمام. معلش يا تامر، انا كنت عايزه بس ارجع لجزئيه انت كنت بتتكلم فيها، بتقول لي دلوقتي اي حاجه بتندرج ظاهره او غير واضحه بتندرج تحت منطلق او لفظ اعاقه. تمام. معلش، احنا اتفقنا من فتره ان احنا لفظ اعاقه دي المفروض اتلغى وبقى مكانه لفظ اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه، ولا في فرق بينهم؟ متحدي الاعاقه. تمام، في فرق بينهم؟ لا، هو ما فيش فرق، بس هو الدولة حبت تحلي الكلمة. تمام. بدل مش تحليها تواقع، والله ده في منكم ناس بتبقى اذكياء جدا وناجحه طبعاً. جدا. وفي يرى على فكره كمان بطولات وفي انجازات مش كلام، رياضيه طبعا. يعني
طبعا في 2 اولمبيك جيمز على مطار الدوره اللي فاتت واللي قبلها، يعني الاصحاء ما حققوش الميداليات دي. انا عندي صديقتي الاستاذه ايه ايمن، دي بطله السباحه. كابتن ايه طبعا، وعندها اعاقه وفي رفع الاثقال الحقيقه، وفي المصارعه وفريق الباسكت، كل المجالات جميل. فيها ده وناجحين جدا. في حلقه انت بتواجه تنمر او انت بتسمع من اصدقائك ان في تنمر لحد دلوقتي ولا لا؟ طبعا التنمر موجود لحد اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها ديت. التنمر موجود حتى مش على كمان، يعني مثلا ممكن ما يكونش حد عنده اعاقه مثلا، تمام، بس ممكن يكون واحد شكله مش حلو فالناس تتنمر عليه. تمام، احنا فين الانسانيه بتاعتنا؟ راحت فين؟ انت والله تطرقت لنقطه مهمه جدا يا يارو. الحقيقه الفتره اللي فاتت دي التنمر في مصر بقى ظاهره بشكل لازم يوضع عليها قانون. لازم يبقى في قانون. طيب، وهي ما بقتش مختصه كمان على المعوقين بس، لا ده بكل تاكيد الناس ما بقتش ما بقاش فارق معاها. مش لازم يبقى في متحدي اعاقه او معاق. الحقيقه بقى عندنا جحود، قانون هنا فعلا، جحود قانون، ما بقاش في انسانيه. القانون هيعمل ايه يا جماعه؟ يحط رقيب على كل بني ادم وعلى وعيه. سامر الحقيقه طبعا يا يارا انت مهتم في الفتره الاخيره وكتاباتك كلها بالنسبه لمتحدي الاعاقه او اللي هم الحقيقه في مصر حاليا في جميع المجالات. الحقيقه انتوا متقدمين متفوقين في كل المجالات الرياضيه والثقافيه والفنيه والابداعيه. ما شاء الله موجود في كل الحته. انت نجم في كل المهرجانات، في الوسط الفني، كتاباتك الحقيقه. هقول لحضرتك استاذ مبروك، احنا كنا بنحضر لفيلم بس كنا منتظرين ان احنا يبدا السيزون الجديد ان شاء الله السنه الجايه اللي هو من شهر واحد اللي جاي. بنتكلم فيلم بيتكلم عن التنمر. حلو قوي ده. هو المفروض ان راضي، اسم الفيلم راضي، هو راضي بكل حاجه بس للاسف الناس هي اللي مصممه. يعني هو راضي باللي هو ربنا كاتبه له واللي ربنا حاطه فيه، بس الناس هي اللي يعني يروح يدور على شغل يلاقي ان في الشروط ان انت ما ينفعش يبقى واحد شكله وحش. تمام، اللي بيروح على لما راح للاتش ار بتاع الشركه اللي هو رايح يشتغل فيها قال له انت مش شايف الشروط. دي قصه حقيقيه؟ دي مش قصه حقيقيه، دي قصه احنا ابداعيه احنا اختلقناها. بس دي ممكن يا استاذ تامر تحدث، وارد جدا تكون موجوده حتى في ظل القانون ال 5% وبرضه موجود جداً. طبعا دي ليها علاقه بانسانيه المجتمع. طب انا عايز اسالك في حته كده صغيره. اتفضل. دور الاهل مش عايزين نغفله، هل الاهل كان ليهم عامل في تربيتك او في مساعدتك؟ طبعا. انت بردك انا مش عايزك تتكلم عليك بصفه خاصه، انا عايزك لا هو انا بتكلم باسم باسم الناس، بس باسم دور الاعاقه او المتحدد. اكيد دور الاهل بيبقى شيء مهم. طبعا. ايه اللي شفته اثر فيك او في غيرك؟ لا هو انا ما شفتش في من اهلي، انا شفت في الشارع الناس بتتعامل ازاي. تمام. بالذات في المناطق اللي هي المناطق الشعبيه. تمام، ازاي الناس بتتعامل مع اللي هو ذوي الاعاقه، الناس بتتعامل معاه ازاي؟ ذوي الاعاقه، واحنا اتفقنا اللفظ ده مش حقيقي والله. تمام. اللي هو بنقول عليه متحدي الاعاقه. تمام بالظبط. بس فهو الموضوع مش موضوع الاهل برضو. يعني كل واحد اهله بيحبوه كل حاجه، مش بيدعموه بايه؟ ما هو في فرق ما بين بيبقى فيه وعي وفي ثقافه، او في المفروض بيبقى في دورات تدريبيه وخدمات. المفروض ان وزاره الثقافه اللي هي المفروض تدعم حاجه زي كده، ان هي ازاي تعلم الاهل اللي هم يوصلوا ذوي الاحتياجات الاشخاص اللي بيطلق عليهم ذوي الاحتياجات الخاصه ان هم يكونوا عضو عامل ناجح في المجتمع. هو المفروض ان في مدارس اللي هي مدارس التربيه الفكريه. تمام، دي مختصه بالحاجات مفعله. طبعا مفعله. بس المشكله ان حتى اللي بيروح لهم عنده اعاقه، اللي بيروح لهم سليم بيطلع من عندهم عنده اعاقه. مفعله ازاي؟ ازاي قصدك ايه طيب؟ هم في زي ما احنا عندنا قصور في كل حاجه، قصور في الفهم، ان انا ازاي اتعامل مع المفروض ان الناس اللي بتتعامل في الحته دي بالذات تكون ناس مؤهله ان هي تتعامل في الحته دي. تمام.
يكونوا بيحبوا يخدموا الحته دي، ما يكونوش واخدينها اللي هي حاجه عمليه او شغل ساعتين وروح. يعني هو احنا ليه بنختار ناس معينه تتعامل مع جمعيات الايتام والكلام ده كله ليه؟ عشان بيبقى لازم يبقى ليهم صفات خاصه. بالظبط، عشان يبقى ليهم حاجات معينه ان هم عارفين الكلمه الصغيره بتفرق مع الشخص ده قد ايه. جميل. انت شايف طب ممكن الدوله تعطي ايه للمتحدي العاقي يا استاذ سامي؟ يعني تحديدا الفتره القادمه. بص يعني انت طبعا اديتنا خبر حلو جدا موضوع الفيلم الحقيقه اللي انت ربنا يخليك بتجهزه ان شاء الله يخرج للنور باذن الله. ربنا يكرمك. شايف ايه اللي ممكن في الفتره الجايه الدوله تقدمه؟ بس هي المشكله ان ان ضمن القانون في حاجات كتير مش مفعله. الأسوأ من كده الروتين الحكومي. روتين حكومي ان انا اروح انا قدامك ذوي اعاقه تمام، لا حضرتك تروح تجيب لي مش عارف ورقه منين. انت قصدك التامين المساواه الفعليه اللي هو يامنوكوا فعلا ان يبقى في مساواه وفعلا تاخد الامتيازات، مش قانون، مش حاجه مثلا قانون على الورق زي ما احنا بنقول بالبلدي، مش قانون على الورق، قانون مفعل. ماشي. وغير كده المفروض ان انت بتعمل لي مثلا في مثلا يعني تطبيق معين تعمله لي الاجراءات التنفيذيه اهم حاجه. لا ابلكيشن يتعمل على مثلا على التليفون يسهل لي انا كمتحدي اعاقه تمام ان انا اعمل ان انا اجتاز الحاجات اللي انا لما بروح الاماكن الحكوميه بعملها. ليه ما يتعملش مثلا ابلكيشن لذوي الاعاقه تمام بكود معين برقم شهاده التاهيل بتاعتهم بي 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 عشان يبقى معروف ان ده من ذوي الاعاقه واخلص لهم. استاذ سامي طب الحقيقه معانا حد الحقيقه قانوني يرى الحقيقه، استاذ احمد صلاح المحامي. مساء الخير استاذ احمد. منورنا يا استاذ احمد. مساء الخير. مساء الخير يا فندم ومساء الخير. معاك برنامج الاستوديو العربي يا استاذ احمد. كل عام وانت بخير. كل عام وحضرتكم بخير والامه الاسلاميه بخير. اللهم امين. طيب الحقيقه بنناقش يا استاذ احمد ملف الحقيقه في منتهى الحقيقه الاهميه، وكانت يارا بتكلمني الحقيقه المتحدي الاعاقه يا استاذ احمد، انت شايف واخدين حقهم في الفتره اللي فاتت ديت؟ هو طبعا انا يعني الدوله على راس السيده الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب في اخر دوره ليه في سنه 2018 أصدر القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تمام. ويعتبر هذا القانون من 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 أهم القوانين اللي صدرت لذوي الإعاقة على مستوى الشرق الأوسط. لأنه هو حاول إن هو يحمي حقوق الأشخاص دي ويكفلهم ويوفر لهم كل الحاجات اللي ممكن اللي هي تفيدهم سواء في التعليم أو الصحة أو جميع الخدمات اللي ممكن يستفيدوا بيها من الدولة. زي إيه يا أستاذ أحمد؟ يعني على سبيل المثال فاول حاجه المفروض ان القانون ده في مادته الاولى هي بتهدف لحمايه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه وكفاله تمتعهم تمتعا كامل بجميع حقوق الانسان. من ضمن الحاجات المهمه اللي بيغفل عنها الناس وان الناس مش واخدين بالها وبالذات وبالاخص ذوي الاعاقه بطاقه الخدمات المتكامله. عندك بطاقه الخدمات المتكامله او اثبات الاعاقه، البطاقه دي من اهم المميزات اللي وردت في القانون واللائحه التنفيذيه بتاعته واللي هي فيها اثبات للاعاقه واللي فيها تعامل مع جميع مؤسسات الدوله. دي موجوده يا احمد دي؟ دي موجوده حضرتك مفعله ولا غير مفعله؟ فعاله طبعا يا فندم. نعم. لا فعاله يا فندم. طب هو الحقيقه استاذ سامر الحقيقه الكاتب الصحفي بيقول لنا ان البطاقه غير مفعله يعني في بعض مفعلة. الاجراءات انا ما قلتش البطاقه غير مفعله، انا بقول في حاجات في القانون مش مفعله. لا يا فندم على حد علمي انا مش سامع حضرتك. تمام معاك احنا سامعينك. تمام. هو استاذ تامر قال اللي هي مفعله هو بس اتفضل. هو طبعا البطاقه مفعله وطبعا هي بتشمل عده اعاقات متعدده مش اعاقه واحده. تمام. يعني البطاقه بتشمل الاعاقه الحركيه، بتشمل الاعاقه البصريه، بتشمل الاعاقه السمعيه، بتشمل الاعاقه الذهنيه، طفل التوحد، التواصل، قصور الانتباه، امراض الدم، امراض القلب، الامراض النفسيه والانفعاليه، صعوبات التعلم. كل حد، كل شخص موجود في جمهوريه مصر العربيه من عمر يوم
لأكبر عمر موجود عنده أي إعاقة بتعيقه عن أداء العمل في مثل هذه الإعاقات، سواء بصرية أو سمعية أو حركية، ليه إن هو لازم يتقدم لمركز التأهيل التابع ليه في محل الإقامة بتاعته. بيقدم طلب وبيقدم المستندات الدالة عبارة عن تقرير طبي صادر من أحد المستشفيات الحكومية تبع لوزارة الصحة أو الهيئات العامة ليها أو أي مستشفى خاص بالقوات المسلحة أو الشرطة، بيقدم التقرير ده شامل الحالة بتاعته وبيقدمه لمركز التأهيل اللي هو بدوره ممتاز ممتاز أكثر المتخصصة عشان يحدد نسبة الإعاقة. مجرد ما بالشخص بيحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة دي حضرتك، بيبدأ إن هو يستفيد من كل المميزات اللي موجودة في الدولة. دي معلومة الحقيقة يا أحمد بيه، الحقيقة معلومة مهمة جدا، بشكرك يا أستاذ أحمد الحقيقة نورتنا. قبل ما يقفل بس معلش يا أستاذ مبروك، هو الحقيقة فصل أستاذ أحمد فصل. طيب هو بس كان في معلومه المفروض ان في شقق، المفروض ان انتوا تقدروا تقدموا عليها. المفروض ان في شقق وفي عربيات مجهزه لذوي الاعاقه. ده قبل القانون ما كانش حد بيقدم او ليكوا لو نسبه معينه بالظبط التقديم. بعد القانون الموضوع بقى يتحط له حاجات كويسه جدا، قواعد وحاجات كده، عشان ما يبقاش مثلا الإعاقة، مثلا لأن كان زمان بيقولك الإعاقة لازم تكون على الأقل 5% أو 10%، غير كده ما يطلع لكش مثلا عربية أو ما يطلع لكش شقة أو 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 أو. تمام. بس في حاجة بس عشان بس كل واحد ياخد حقه بس. اتفضل. بس يعني بالنسبة للفيلم راضي اللي هو الفيلم عن التنمر، ده قصة الأستاذ أحمد حمدي، سيناريو وحوار الأستاذ إسماعيل فاروق، مش عشان كل بس حد ياخد حقه. ده شيء جميل منك. بس كل فريق العمل الحقيقة بنتمنى النجاح، والفيلم يطلع على النور طبعا، نتفرج بإذن الله على الفيلم، ويبقى فيه رسالة موجهة للمجتمع من ضمنها طبعا التنمر الحقيقة. طبعا هو هيتعرض فين إن شاء الله؟ هو إن شاء الله احنا هو فيلم قصير، احنا داخلين بيه مجموعة من المهرجانات الفنية إن شاء الله، تمام، في مصر وبره مصر، وربنا يسهل كده يطلع على النور بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. وطبعا انت طبعا اكيد انت راجل مبدع وفنان. ربنا يخليك تبقى نجم في الفيلم الحقيقه، تاخد دور حلو بإذن الله. طبعا انت غني الحقيقه، بنشوفك على طول في المهرجانات، في البطولات، في الاحتفالات الفنيه، شرف انت موجود ومبدع الحقيقه. يعني انا الحقيقه عشرات السنين انا عارفك، من مش عايز اكبرك يعني. فالحقيقه انت شايف استاذ سامر، انت شايف الفتره الجايه هل في الدوله بترعى المتحدي الاعاقه؟ يعني انت شايف الامور الفتره الجايه هيبقى في افضل من كده؟ هيبقى في افضل طبعا، لو كل واحد عرف هو عاوز ايه، لو كل واحد كل موظف قام بوظيفته، تمام. لو كل واحد عرف هو ايه الواجب اللي عليه، وكل واحد عرف حقه، اكيد الدنيا هتبقى كويسه لكل الناس، مش بس لمتحدي الاعاقه. جميل جميل، دي رسالة جميلة جدا، لكل واحد يعرف دوره ويؤدي دوره الحقيقة. ده مش وحش، لا ده مطلب عادل الحقيقة. أكيد. الحقيقة يا أستاذ تامر طبعا الملف مازال مفتوح، يعني أكيد. كالعادة كل الملفات وكل القضايا الاجتماعية اللي بتهم الشارع المصري أو الشارع العربي لازم نلقي الضوء عليها الحقيقة. أكيد. في حاجة تقدر عايز تتكلم فيها أو تقدر تضيفها للبرنامج؟ بص، هو هقول لحضرتك على حاجة. طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل حاجة مهمة جدا جدا جدا، موضوع القانون اللي هو رسخه وتمت اللائحة التنفيذية بتاعته، تمام. فدي حاجة سيادة الرئيس يشكر عليها، واحنا كلنا نتمنى لكل الناس ان هي تكون مبدعه وكل حاجه كويسه. مطلب جميل جدا الحقيقه يا رب. قبل بالحقيقه ما نختم، في تدور في الاوراق الكاف في خلال الساعات الاخيره مشكله كبيره جدا صدرها الكاف للكره المصريه والمغربيه. مش هنقول المغاربه بيحكمون، ان كل طرف عايز الحقيقه أولوياته. أنا بدافع عن بلدي وبدافع عن فرقي، ورجالة المغرب في الكاف الحقيقة بيقوموا بواجب كبير جدا جدا مع الأندية المغربية. ما شفناش ده الحقيقة من هنا بوريدة، يعني بيطلع علينا من ساعات في تقارير متضاربة، حتى الآن ما فيش أي تقرير
او بيان رسمي من الكاف يقول هل فعلا تم تاجيل الفاينل على النهائي بين الاهلي وما يترتب عليه من مباراه الزمالك والرجاء التي تم تاجيلها اكثر من مره بناء عن طلب طبعا النادي الرجاء المغربي. الفتره اللي فاتت ديت طبعا احنا شفنا قرارات متضاربه الحقيقه. هل في الفاينل هيتلعب يوم 6؟ الدولة المصرية قدمت طلب للاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل لقاء الفاينل النهائي من 6 نوفمبر إلى 9 نوفمبر. احنا عندنا انتخابات انتخابات نيابية مجلس الشعب يوم 7 ويوم 8، فطبعا يبقى في إجراءات والأمن مشغول طبعا بإجراء الانتخابات، فما ينفعش اللي احنا يبقى الاتحاد المصري قدم طلب للاتحاد الافريقي بتاجيل مباراه الفاينل النهائي الافريقي 48 ساعه او 72 ساعه، يوم النهارده الكاف يعلن ان المباراه لاجل غير مسمى وتاجيل مباراه الرجاء والزمالك. طبعا ده الحقيقه غير مقبول بالمره. ملف احمد الحقيقه والاتحاد الافريقي احنا فاتحينه من فتره طويله، ملف بدون دخول في تفاصيل ملف الكاف الفتره الجايه. طبعا بكل تاكيد احمد مش هيكمل الفتره الجايه. المغاربه طبعا والحقيقه باللقاء رئيس الاتحاد المغربي ونائب رئيس الاتحاد الافريقي بيدور في اوراق الكاف ان هو هيترشح لرئاسه الكاف الفتره الجايه. ما شفناش الحقيقه هنا بوريده الحقيقه عمل حاجه للانديه المصريه الفتره الاخيره سواء في البطولات الافريقيه او في الانديه او المنتخبات. يعني احنا عندنا مركز رئيسي يا يارا الحقيقه، عندنا مركز منصب دولي رفيع لهاني ابو ريده لا نستغله. هي الكوره عموما على طول فهمني يا استاذ سامر، يعني احنا بالحقيقه بنناشد الحقيقه رجاله الكاف عدم الحقيقه انتوا كده بتضر الحقيقه في حاجه اسمها في الملعب اللي انا التكنيك بتاعي انا بحضر معسكري امتى، المفترض النادي الاهلي عنده معسكر عشان خاطر يخوض بيه المباراه النهائيه سواء بقى نادي الزمالك او سواء نادي الرجاء، انا برحل المسابقه او برحل الفاينل لاجل غير مسمى، ده غير مقبول بالمره الحقيقه. المشكله انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني عشان انا بس متابع الموضوع دوت من فتره تمام. الموضوع كله ان القرارات بقت بتسمعها من الصحف المغربيه قبل ما بتيجي هنا في مصر بثلاث اربع ايام، ودي كارثه. يبقى ازاي يبقى فين هنا المساواه؟ انت دلوقتي انا اسمع الاخبار من الصحف المغربيه قبل ما تنزل مصر، قبل ما مصر تعرفها بثلاث اربع ايام، ده تقصير من عند مين؟ يا استاذ سامر الحقيقه احنا بنعرف اخبارنا من الكاف من خلال المغرب بالظبط. طبعا اشقاء المغاربه ناس شاطره جدا، والرجاله جوه الاتحاد الافريقي عارفين هم بيعملوا ايه كويس جدا وبيخدموا على انديه المغرب، وده الحقيقه احنا مش عارفين لا تعليق الحقيقه زي المشاهدين بالملف الساخن للبطوله الافريقيه ما بين الانباء المتضاربه عن تاجيل ان الفاينل النهائي كاس افريقيا من 6 لاجل غير مسمى وتاجيل مباراه الرجاء والزمالك. كده بننهي حلقتنا اعزائي المشاهدين من استوديو العرب، كنتم الحقيقه معانا في الحقيقه يوم الخميس القادم الثانيه 12 ليلا. تحياتي اعزائي المشاهدين، صباح على خير.